احبائي، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم مدرب الحياه في سلسله الشفاء الذاتي اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، واتكلمنا عن الحب. نتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا، موضوع التسامح. صدقني له علاقه كبيره جدا جدا بصحتك. ولو اتكلم في الموضوع ده مش في حلقه، ده انا عايز 100 حلقه اتكلم في الموضوع ده، من الحاجات اللي شفتها قدامي من ناس كتيره جدا. موضوع التسامح، عدم التسامح سبب لهم مشاكل صحيه كتير، والتسامح حل حاجات كتيرة جدا صحية بالنسبة لهم. وسمعت كتير من الناس قالوا أنا الدكتور قال لي في حاجة اتغيرت في حياتك، الكشوفات بقى مختلفة، ضغط الدم بقى مختلف، إيه اللي حصل بالظبط عشان عمل تمرين التسامح؟ تسامح تمرين مهم جدا جدا، إحنا نسامح في حالة من قلبنا. ولو مش قادرين نسامح نعمل إيه؟ هقول لك على تمرين حلو خالص. أنت دلوقتي زعلان من حد، غلط فيك، سبب لك خسارة مادية، سبب لك خلاك تسيب الشغل، مش عارف عمل اذاك في حاجات معينه، ماشي انا مقدر الكلام ده كله، وانا وغيري كلنا مرينا بحاجات زي شفنا في حياه الناس زي كده كتير. تسامح هيعالج حاجات كتير. لما اكون زعلان من حد معين ومش قادر تسامحه، انت تعالى في حته يا اما مكان فاضي، يعني مكان فيه جنينه مثلا، او مكان جنب الشباك عندك في البيت، وبص ناحية السماء وقول أنا بنعمة ربنا قررت أسامح فلان. قولها بصوت عالي، أنا بنعمة ربنا قررت إني أسامح فلان. يمكن أنت ما عندكش القدرة إنك تحب أو تسامح، لكن لما تطلب ربنا هيديك القدرة ده. هي قوله الدين أنا نفسي أحب فلان، نفسي أسامح فلان بقى وارتاح، بس مش قادر لأنه أذاني كتير جدا. لا، أنت صلي لربنا. فرق ما بين الإنسان وأفعاله. اقبل الإنسان وازعل من أفعاله. عارف جملة سهلة وبسيطة بس في الفعل بتعمل شغل كتير جدا جدا جواك. ازعل من الفعل نفسه، لكن اقبل الإنسان لأنه أخوك. اقبل الإنسان ده لأنه أخوك في كل حاجة، لأنه مهم جدا عند ربنا، لأنه معجزات في معجزات. فأنت اقبل الإنسان وارفض سلوكه. حتة مهمة في العلوم اللي احنا بندرسها، سامح باستمرار واعمل التمرين ده وشوف هيعمل في حياتك ايه. اقف قدام الشباك كده وقول قدام ربنا انا قررت بنعمة ربنا اسامح فلان، والحمل اللي كان على ظهرك ده خلاص ارميه، هتتغير حياتك وتتأثر حياتك الصحية بصورة مذهلة، بصورة غير عادية. سامح وربنا ان شاء الله يكون معاك. سامح عشان الكلمة انت بتقولها بنا لازم 5-6 مرات كل في اليوم، وتقول له واغفر لنا كما نغفر، وانت ما بتغفرش، فانت عمال تكذب، ما ينفعش. اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للذين يسيئون الينا. سامح وربنا يكون معاك ان شاء الله. اشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله.